صباح الخير مثل ما تشوفون الأجواء وياكم اليوم أول يوم لنا ماليزيا الحلوة محافظتها الكبيرة اللي هو كوالالمبو اسمه غريب بس حلو مثل ما تشوفون كله عمارات يعني هذا يكون مركز تسوق أكبر ماله وهذول كله عمارات مثل ما تشوفون راح أشوفكم كل شيء طبعا شوي شوي لا يضربنا السيارة نباع الخريطة المكان اللي أروح شلونه وساعة بيش أو هيجي تسع دقائق لازم نمشي يلا هسه نشوف وينه لازم نعبر من هذاك الطرف الثاني حتى نلحق الى الباص 9 دقائق مشي وهذا النزين حتى نشوف الاطراف وياكم انا مسوين هيجي اشياء بس الغريب انه عيشتهم يشبه عيشة الصينيين يعني ما تقول انهم مسلمين سبحان الله غريب نعم يعني مثلا شوف هواي هنود اكو مثل الدبي مسوينه خلينا نقول لكم اللي يشتغلون كلهم بنغاليين والدب يعني من الانديا الهند والباقي يعني ما اعرف شلون ابدا مثل ما شفتوا وراهم شفتوها الناس شوي اكيد غريب يعامل غريب يباعون هنا يعني دولة هيك واصلة بس غريب يا اخي والله المشكلة انه مثل ما قلت لكم يعني صراحة لازم على هيجي مكان على هيجي دولة لازم الناس الانسان يكون مفتوح على كل شيء وشايف كل شيء خلينا نقول لكم بس هنا شوية بعد يعني شلون صعوبة لحد ما يعاملوا هذا انا خليت جنطة بالفندق لان عصر عندنا الطيارة لا ما صار شيء ان شاء الله اذا صار لنا قسمة هاي الماطورات ياخذكم توصيل اكل يجيب لكم اكلات مثل ما قلت لكم يعني الاطراف والاحياء كلها بنايات كلها بنايات عملاقة شوفوا يعني انتم شوفوا قرروا وياي هسه راس هاي الفيديو راح يصير نروح الى اطول برجين من بعد تايلاند عفوا من بعد دبي من بعد برج خليفة نشوفه خلينا نروح نوصل والمشكلة ما عندنا وقت هو احنا يعني بالماليزيا نبقى شوفوا كل العمارات كلها ضخم عمارات صايرة هنا بس المشكلة أنا أريد أفهم شيء إنه إذا شعبها فقير هل قد ضخم هل قد عمارات على شنو؟ شوف مو غريبة هاي الغريب بس نمشي لازم 5 دقائق ناخذ الباص يدبنا إلى المكان اللي إحنا نريده مثل ما تشوفون كلها عمارات فضخم عمارات صايرة ما شاء الله يستاهلون اخواننا الماليزيين شوف هاي ترى موشي ها بعد اكو هاي ترى شوية ينحسب هاي الفروع يعني احياء الفقيرة هيلتون اكو مثلا انا رحت البارحة يلزم هيلتون الصراحة لان سببها المنظر ماله كان هاي العمارات الاثنين اللي هسه جاي راح نروح له بس كنت تعبان واستعجلت يعني بس قلت خلي اخذ اي فندق اشوفه بطريق اخذ بس انام بيه يعني صراحه حيل صعب راح البارحه راحت صعوبه فوت كان
يعني بالاربعه وصلنا عصر، كان عندي وقت هواي على اساس اجي وادب الجنطه وقتها، بس ابو السايق البنغالي دمرنا. السايق البنغالي دمرنا منا وبعدين منا. تمام. جينا على هذا على محطة قطار، وهذا ماليزيا مثل ما تشوفون، ماليزيا الحلوة. شوفوا مثل ما تشوفون، هواي هواي هنود اكو هنا، هواي هنود والصينيين والتايلانديين اكو، سنغافور هواي اكو هنا. لا تنسوا، خل اعطيكم شوي معلومة صغيرة يعني تقشق، انه ابوياي راح يجي سنغافورة، راح اروح ان شاء الله باذن الله الى سنغافور اذا صار قسمه. طبعا اذا صار قسمه مثل ما تشوفون، تضخم بكل مكان، عمارات بكل مكان، وهذا المطار عفوا المحطة المترو مالهم، بس لازم ناخذ تيكت وننزل الى المكان اللي راح نروح. شوفوا هذا محطة قطار، يجي على بالك مطار، شوف تطي جنطك وهذا عشتي. طبعا اليوم يمكن عطلة، شوف شنو اليوم جمعة، اليوم عطلة من هذا شوية صعب. الو، هو اي كان جو تو ذيس ترين وين يو جو تو بيلدينج ترين ذيس وان ذيس وان اند بيك ات فروم ذير اوف اولسو ذير. ثانك يو فيري ماتش. شوف هذا فوق جاي يمشي فوق، نصعد فوق ياخذنا هيك شيء. شوف لا ياخذنا هيك شيء. يلا تعال راح اخذكم مكان. انا طبعا متحمس لانه مو مكان فد شيء ما شاء الله، لان البارحه من جيت بالباص شنت شفتها من بعيد تخبلت، قلت هذا شنو يا دبي، يخلي دبي على جبل صغير. شوف منا نقدر هسه ناخذ تكت، هسه كل شيء نحله، بس انا وياكم نروح نسال انه منين نقدر ناخذ او شلون. الو هاي، هو كان جو تو ذيس ترين بو، وير ار يو جوينج تو؟ بيلدينج، تو بيج بيلدينج. بيج بيلدينج سنتر مول. يا سنتر مول، مي سنتر مول. يا و ان هو اي تيك تيكت، تيكت فور مترو. يا فور مترو اي جو تو ذير. تكت تكت I have no ticket. Actually, my ticket has go there. Like that? Yeah. Like that? Like that? Okay, thank you very much. And if you, I ticket from here, I come? I express my iPhone. Ah, okay, thank you. هذا للمطار يقول. يعني هذا دخولة المطار. انزين قريبة علي بعدين حتى من اروح. لان انا مثل ما تعرفون ما جاي اقعد راحة كل يوم بمكان. ما شاء الله. اللهم زيد وبارك. اوكي الله، يعني من الصبح الله. الله يا الله يا الله، نسجل اي خطوط. ايش السيم كارت اذا اسال؟ بس لا احد ما اسال، اذا اسال اضوج شفاف. واحد البارحه ضحكوا علي، لا ضحكوا علي قواوي. عادي غالي. جيت نفس المكان البارحة اللي نزلت فيه، بس هسه لازم شنو التكت؟ منين التكت نشتري؟ الار بي. اوه شلون المشكلة؟ المشكلة ال كي 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 او كي او كي او نشتريها. جينا مثل ما تشوفون، تقدرون تاخذون من التيكت، لا تنسون تدخلون هيجي على اليسار وهناك
غير الام اللي بتعرفه والله، بس انا ما جاي افهم انه خلي نروح نسال الاخوه احسن يساعدونا احنا احسن. يابا متحمس متحمس، بس اريد الحق. يلا هسه ما في، ما راح تفهموا حماسي، لأن الصراحة وايد كنت أشوف، أريد أشوف هاي المكان ماليزيا، من اسمها ضخم، اسمها من ضخم ما شاء الله، سببها إنه قوة الإسلام هنا، الحمد لله، تحس إن يطبقون الإسلامية 100% هنا، حتى عندهم محكمتين، واحد حكومية قيادية ديمقراطية خلينا نقول. واحد محكمة القرآن الحكم القرآني الشرعي. أنا كرأيي إنه خوشي والله صراحة عاش فيه. السلام عليكم. I won't go to the building, big building, like tower. Okay. Like. Here, yeah. Oh. No, no, okay. No, this is the line. Ah, okay. Green tower, no? Yeah, the big tower, yeah. Ah, okay. Who I can go? Okay, can, but I have to send you my phone here. Ah, machine, okay. Okay. Ah, okay, from red line. Okay, and the accepted cash money? Ah, thank you very much. You will have to talk to me now. نمبر 5 هذا وين قلنا هذا؟ خلينا نشوف وين هذا هو. هم خلينا اسمه نشوف هناك اسماء الف اس اسمه هذا هو هسه فهمناه، بس يا محطة هو يا أوس مسي هذا هو تمام. واحد يقول ناخذ شغلات قليلة، اوكي بقال نقول لك لا ايش صار بي ال سي سي اوكي يلا تمام. ايه شو فلوس ما اخذ؟ اه ليش 42؟ نخلي شوفوا مثل ما تشوفون ثلاثة هنا هاي فلوسهم، بعد واحد نخلي حتى يقطع ال 40 هسه دفعنا. الصراحة جيت تكت من جوا، وانا اقول لك هذا الدخول مالهم التكت مالهم، وهنا الفلوس الخرده وقع لنا خرده، بس مثل ما تشوفون سهله، بس انه لازم اكيد اول مره راح صعب فيها مو قليله. اختي اي تيك ات وير اي جو؟ اه فروم هير. بس سألته لازم بس تقرونه هيك شيء. اوب 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 دخلنا هسه نروح المكان، لازم منا نصعد، بس خوش فيك مثل ما تشوفون هنا كلهم يروحون اكيد على ذاك المبنى، المبنى المشهورة طبعا. هم اذا ما تعرفوا مثلا ما لقيتوا راقبوا الاجانب راح توصلون لان الاجانب كلهم جايين على هاي الشيء. طبعا انا هم جاي على هاي الشيء، لان ماليزيا صراحه بيها اشياء حلوه، بس تايلاند احلى كسياحه، بيها اماكن احلى وغريبه، بس ماليزيا خلينا نقول لكم هاي المبنى المشهورة بها، بس عالميا، لان هو اجمل من اجمل بنايات العالم، يجي داخل على جينيس، كتاب جينيس الريكورد من اجمل بنايات العشرة يسمونه.
سجلنا هسه لازم يجر. هذا ما لحقنا، يلا هذا هسه يجي لازم يجر. وهذا المترو يعني انا اقول لكم يعني مو الوقت تروح ابويا اوروبا مو هيك نظيفه، اي شيء انا اقول لكم يعني اوروبا مو هيك نظيفه. الناس ما عايشه هيك التنظيم هنا. انا خوش تنظيم عايشين بس يا اخي ما اعرف، احس انه اكو شيء، احس انه اكو شيء ما جاي يطبق على بعض، يعني ما جاي يدخل بعقلي. شكو اكو شيء ناقص والله، لو تجون انتم تحسون اكو شيء ناقص ان تحسون انتم، ما اعرف يا اخي شيء اكو شيء ناقص والله ما اعرف شنو. يعني يحسسك انه هنا شويه غريب، انت شلون اقول لك، صح دوله مسلمه لان ما يعرفون عربي هواي ناس بيهم، يعني تحكي وياهم ما يجاوبك مرات، او مثلا ما يقدر يجاوبك او يحاورك، وهم كلهم يعني مخطين راسهم يعني لابسين الحجاب وهذا طبعا. بس انه ما اعرف، بس عاش فيهم ما شاء الله، الله مطهم البركه، الله ان شاء الله يفهم اكثر. لان انا كرايي هذا اللي يتكرر على الله دائما يكون بركه ببيته بدولته سبحان الله. شوفوا مثلا السعوديه والقطر، يعني يا اخي ادري الدول انت المسلمين ما جاي تشوفون هاي الشيء، ما جاي تشوفون هاي الشيء انه اذا واحد يلتقي بالله، واحد يحاول يقترب من الله، يعني ما يسرقون وما هذا ما هذا راح ينجحكم بالحياه. يا اخي شوف ماليزيا، شوف المكان هذا، يلا هاي لو نبقى بالالف سنه ما نجي على هاي المستوى. تعرف ليش ما نجي؟ يعني اولا ما عندنا خطوط سككيه اصلا، مال مترو من الفوق وعمارات وهذا، هذا انساه. ما عندنا خطوط تحتيه، يعني ترى انا حق احكي، لان انا مواطن عراقي احكي، لا حد يطلع لي يقول لي ليش هيك وانت رايح وتحكي، لا طبعا احكي يا اخي. واحد ياكل قهر، يعني انا مريض اروح على دولتي اشوف هيك دولتي حلوه واكثر بيها، نروح على دولتنا قاتلها الحر، الباصات قديمه، وهذا يضرب ثاني، هذا يتعصب على الثاني، هذا ما اعرف يا اخي. حسبنا الله ونعم الوكيل، يجي يوم راح كل شيء يخلص. بس ايمت؟ احنا اكيد باذن الله، ما اعرف طبعا الدنيا موت، بس احنا ما راح نشوف ايمت، لان الراد وقت هواي لحد العراق يجي على مستوى، على هيك مستوى. بس شوف يا الله، شوف الخطوط التحتيه وشوف النظام، انت شفت قبل شويه جوا شلون اخذت التكت وشلون اخذت، يعني كل شيء يا ابا التنظيم هم مسوينها. يا الله شوف وين اكو بالعراق هيك مبنى وبيها كلها هيك طوابق وهيك كلها، بارك مطار، مو محطه قطار. اتفضل يعني، يلا تفضل، يلا يلا. المهم عفنا من هاي شيء لمبوت، والله ان شاء الله يخلصكم من الزحمه ويخلصكم من شلون اقول لكم، من العذاب، يخلصكم من القهر، وان شاء الله يوم توصلون الى اللي تتمنونه. يعني دعاء الغريب مستجاب، بس انا اكيد ما نحسب غريب، لان انا اخوكم من دمكم من هذا. لا تنسون انا احكي لمصلحتكم، ترى انا ما احكي انه والله اضحك عليكم او انه امزق عليكم او انه شلون اقول لك والله انا جاي هنا وصاير على راسكم وسطى، لا بشرف. بس انه انا اريد اشوف بلكي واحد يحس، يعني بلكي الناس يقومون بعد يحسون يابا احنا لازم نسوي شيء بعد. يعني الناس وين وصلوا؟ ماليزيا يا اخي دوله فقيره، شوف ايش صاير فيها. هو اكيد كدوله فقيره انه خارجيه، مو دوله فقيره يعني شلون اقول لكم، صح ناسها فقير، بس هو الحكومه مالها هي العاقل. ليش هي العاقل؟ شوفوا اولا بناله مبنى حلوه حتى يجيب الناس، كلها بنايات بالخضار طويله مثل ما شفت عمارات، هذا بس 5% كان اللي شفته. يعني لو تصعدون سياره لو تمشون بالشارع كلها عمارات من جنب، هاي اول شيء. ثاني شيء كل 20 او 10 دقائق تمشي تدفع ضريبه للسيارات، يعني السيارات يمرون من مكان يدفعون 3-4 فلوس. يعني هاي اول شيء. ثاني شيء السياح من يجون ياخذون فندق ياخذون من السياح 10% الضريبه، ما بعد
الاجراءات اللي انت تدفعها بالفندق. مثلا انا دفعت مثل ما قلت لكم البارحه 19 دولار و3 دولارات تدفع بعدين هم للضريبه، يعني 21 دولار رايح ينحسب الليله واحده عليك، خليه يجي من هذا. شوف الجاده، شوف المترو، شوف شوف الأسي، شوف النظافه جوا، شوفوا شوف الحياه، الناس مستمتعين والناس يعني شوف النظافه، شوف النظافه، شوف 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 الريحه، شوف شوف الناس شلون عايشه. لو بالعراق كان هذا يمكن حتى الاركندشن كان عطلان، القفل باري يعني ما اعرف يجي يوم نخلص. One day أكيد one day راح يجي نخلص من هاي العذاب، أو أنت تخلصون من هاي العذاب إن شاء الله. يعني أنا شلون خلصت أنت أنا تخلصون إن شاء الله، بس إنه تقول بالله راح كل شيء يصير على نيتكم أكيد، لا تنسون. وما أريد جاي أحكي وياكم جدية، لأن أطراف كلهم يباون علي، لكن مثلا شوفوا راح أشوفكم كل شوفكم كلهم يبغون عليه من هذا. ما اريد اضحك هواي انه يقول انا هذا يضحك علينا، لا يضربونا بالمطر، انا خايف اني انجلي، هاي المشكله، لا يضربوني الجلد، اضربوها 40 جلد، يلزمون يضربوني بالميدان بالمنطقه، يضربون 40 جلد ما عندي وقت. شوف تونس هسه راح تعرفون شنو كان قصدي وشنو كان بناية تحتية وبناية فوقية وبناية الأرضية. شوف واحد يطلع يقول لي يابا نقدر هيك، ها يابا شوف احتراما حتى مهنين كنيسة احنا للاحترام اكيد عندهم، شوف انت شوف الخضار، شوف حتى مطاخين الخضار بانين كل شيء عمارات عليها، حتى لا قاطعين الشجر لا قاطعين شيء. شوف ما شاء الله يعني ما شاء الله، شوف هاي البناية كبيرة بعض. هل يدي منكم ستوري قبل؟ يابا السلام عليكم. اليوم من اول يوم من الماليزيا الحلوه، شوف الماليزيا ما شاء الله، عقبالكم يعني اول دبي، دبي الاصلي كان هيك قبل هنا هو هيك، بعدين دبي عمرت سوتها نفسها قلدتها ما شاء الله. شوف الاجواء، شوف الناس، واحنا هسه بالمترو جاي نصور، حطوا قبل على اليوتيوب، حطوا لنا تعليق لك لان خايف انجلد هنا، لان هنا اذا تعمل غلط يضربوك 40 جلدة. فمن هذا ما تضحك وايد، لا يضربون مثل ما تشوفون. وقفنا، لازم احنا بعد ننطلع، باقي لنا بعد هواي. ما شاء الله ما شاء الله، جاي ادب ستوري روح ادور حبيبه، اعطوني مجال خليت ادبلكم ستوري عشان تشوفوه قبل لا ينزل الحلقه كامله.
سنترال هير سنترال ما افتهم بس يلا مثل ما تشوفون الاجانب مثل ما قلت لكم وين ما تروحون روح على جانب شوف راقبوا الاجانب وين راح يروح وياه الحج يا جاي يحكي من كذا كان بس ان شاء الله صحيح يا جنب لا ناكل بوري يمكن ما اعرف شوف انه يمكن هو ما اعرف اكيد بس راح نشوف هذا لا تشمرون هناك تاكلون دقه وين خليته اكلته لك وين راح تشمرون الجو هنا ويفتح الباب هاي المدوره تشمرون الجو ينفتح الباب اذا تجون لا تنسون لا تشمرون انا فرحت ان عبالي هذا راح يبقى لي ذكرى طلع لا من تطلع تشمره خوش تفكير يا اخي خوش تفكير وصلنا ما بقى شيء برد قلبك يا ولد برد قلبك يا حلو حاضرين ادري هاي الجنطه مو حلوه بس شو اسوي لازم حتى يبين هيك لقطه انه يصور لان مخلي الشيء على الجنطاني مخلي لازم الاقطع تصوير يعني بس اشوف هاي المكان ماليزيا بعد راح خلصت لي لان اهم مناطق اللي لازم تشوفها بماليزيا هنا اهم مناطق ضاعجين بس شوفوا راح يبين بس شوفوا الجو شوفوا المكان هالقد ماكو عمارات دقيقه اي ضاعف هالقد ماكو عمارات بس شوفوا هسه ما شاء الله لك شوي لك شوف وراي ما شاء الله بس المشكلة شنو يابا صباح الخير احنا بماليزيا شوف العمارات شوف العمارات هذا العمارة من يعرفها اللازقة على بعض بس انه خاف اشو ما يبين من بعيد لازم ناخذ صورة بيه خلي نشوف نمشي ما شاء الله وهذا ماليزيا من صباح بس جاي نصور يوتيوب حلقة يوتيوب روحوا سووا فولو حتى تكون تنتظرون بس خلي ينزل الحلقات لان حلقات 360 درجة راح يصير راح تشوفون حوالي كل شيء وياي هذا شيء بتشي يعني ما حد اي يوتيوبر ما مسوي لا تنسونا خليكم وياي لا تنسونا ما اعرف ان صح نزلنا بس يبين صح اي ما شاء الله لك بس كبيره هذا الرئيسيه هنا المنطقه الرئيسيه يعني خلينا نقول لكم قلب كولومبو قلبها وهذا البنايتين احنا لازم ناخذ صوره اي ما شاء الله لك شو هيدا يا بحل يقول ما شايف ايش تريد ما شايف من شايف بيكم هيك حمارات انا شفت دبي بس يا عبي لا تدوس خلينا نحكي انا شايف دبي بس دبي صحن حلو طويله بس يا اخي هذا شوفوا يلا شوفوا يلا ها كذب شوف المنظر منظر يلا بشرفك شوف المنظر خلي ادب ستوري قبل با ما شاء الله Here is Malaysia. يعني ترى يعني لا حد يقول لي والله شنو هذا شنو اي حقي يعني حقي ما شايف يا اخي لا بس هذا بشرفكم من شايفه من قبل غير واحد من يشوفه يفرح يشوف المنظر يعني شوفوا ترى يعني مو سهل ها هناس شو نسوي
انا اتوقف، صبروا لي صبروا لي، شوفوا اعلمكم اعلمكم شو تسوون. بابا تفتح هذا، انا ليش جبت هذا يا اخي؟ تفتحه وتفتح بعد، وتخليه هيج، وتخليه بالفي حتى الشمس لا يضرب. هذول امسحهم. ايه شباب، صباح الخير من المدينة الحلوة كوالالمبور. ما اعرف اسمه صحيح ولا لا، انه حكيته، بس اريد اشوفكم شيء. ما يحتاج اشوفكم، شوفوا ظهري، شوفوا بظهري شكو يا اخي، ما شاء الله منظر فتشي. الضخمات ما جاي اقدر اشوفكم، ما جاي اقدر اعيشكم الجو سلفنا. الضخمه ما شاء الله، يعني ما شاء الله. خلينا نروح بعد، شوف هذا كله هاي ما شاء الله. بس هذول لزقوا هناك الحكي، يلا تروح من هناك، لا انا ما اخذ. بس انا ليش هيك مسوي؟ اقف هسه اروح انا، القى لي مكان. هذول مو مال واحد يروح، لازقين هنا لاطشين الصيني، لاطشين لطش. مثلا هيك نقدر، سم هنا فوق فوق هنا 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 ايه بقى صح. ما اعرف انه صح يبين لو لا، خلي اشوف شوف. اي اولا خلينا ناخذ تقريبا صوره. قبل اللي صنع دبي العمارة البرج خليفة، قبلها هذا كان موجود، هذا كان الحاكم الى اطول عمارة بالعالم. كان مثل ما تشوفون من صدق من صدق، يعني الصراحة يعني لو انتم هنا راح تشوفون احسن اكيد بالكاميرا، ما اعرف شلون بس ما شاء الله حيل حيل كبير، يعني غرفة هو غرفة مرة، يعني راح حتى اريد اخذ لي سيلفي وياه. انا ادري هذا الكاميرا راح يطلعني، بس انه السيلفي هم راح يصير حلو. يعني السيلفي هم راح يصير حلو، لان يعني صراحة ما شاء الله الناس هسه يضحك علي بشرفي، يقولون هذا ايش فيه؟ جاي احكي ويا نفسي، بس ما يعرفوا انه جاي احكي وياكم الصراحه. يعني لا تنسوا السالفه كيف انه هواي ناس يعني على حالتهم، كل واحد مرتاح براحته طبعا، كل واحد مستوى منطقيتها، بس بشرفي قد ما يعني فرحان ما جاي اعرف شو احكي، لان هذا كان حلمي انه اشوف الدول العالم. وش الحمد لله، بإذن الله الحمد لله يا رب، الشكر الحمد لله والشكر إنه الله جاي من صدق جاي يعني ينجحني بكل شيء، جاي اللي دعاء اللي أطلبه اللي يتقبله، الحمد لله والشكر الحمد لله يا ربي. أريد آخذ الآخر هيك صورة لكم تذكارية. شلونه مال جاك شان؟ لان شرفي فتشي، يعني شاخذ لقطه منه راح يكون لي فتشي. مثل ما تشوفون الاطراف كلها بنايات، هاي البنايات شوفوا اصلا هاي البنايه، شوفوا البنايه ما شاء الله، خليها فتشي. هاي البنايه هم لازق اثنين بيها بس اصغر منها طبعا، بس شنو كلها مخلين بيها حشيش، يعني حشيش يعني قصدي نعطي لك، انا ما اقول لك والله نسيت لك، شوف من فرع ما اعرف شو اسوي، خليها ادب لكم ستوري. مثل ما تشوفون يكون احلى بالكم.
مثل ما تشوفون اخذنا صوره الولد طيب انا وما حد ما حد ياخذ الصوره. منظر رهيب ما شاء الله ما شاء الله. مثل ما شفتوا شباب خلص هاي الحلقه من صباح لان بعد ما كان راح نروح للعزم. خلصنا هاي الحلقه وياكم قبل دقيقه. اي شباب مثل ما تشوفون وصلنا الى هاي الحلقه الاخيره يعني لا ما اريد اطول الفيديو بس حبيت اشوفكم شلون اذا انتم نزلتوا بالمحطه القطار الدولي الرئيسي شلون تجون هنا. مثل ما شفتوا اخذنا التيكت وياكم وصعدنا بيا محطه بيا هذا تنزل كلها سويناه صورنا شو الاماره الحلوه اللي يكون وياي راح يجي اجمل باجمل لان ماليزيا راح نبقى هنا ما يقارب باذن الله في 3-4 ايام كافيه لان ماليزيا ما بيها هواي اشياء خارج عن هذه البنايه. اكو بيها اكيد اكو اشياء يعني باركات وهذا بس هاي المكان يعني هاي الاماكن مو شيء لي طبعا يعني شايف اجملها بس هاي العماره بالعالم واحد ما بعد البرج خليفه لان اولا خاصيتها حلوه عمارتين نفس التصميم نفس 100% ولازمين على بعض يعني هذا شيء كنظري واو هو من صدق واو لان داخله الى موسوعه جينيس. موسوعه جينيس شنو؟ انه يكون اشياء نادره بالحياه اللي مسوينها. خلينا نقول له هذا ليش نادر؟ انه اولا بنايتين لازقين على بعض بنفس الشيء. الثاني قبل برج خليفه كان هو اكبر بناء موجود فوق الكره الارضيه طبعا. بس هسه طبعا مثل ما تعرفون برج خليفه انصنعت هسه جاي انصنع بعد واحد بسعوديه. ان شاء الله احنا المسلمين نكبر ونكبر كل ما نكبر واحنا راح نفرح. احنا ما عندنا مشكله باي ويا اي بشر المهم يكون مسلم ما يهمني يعني صراحه. السعوديه سوت العراق سوت الاردن سوت المهم يكون مسلم. ماليزيا مسوي انا يعني فرحان يعني احس انه اني الفخر لي الفخر بقلبي سببها انه احنا مسلمين يا اخي. وين تروح شوف كله حلال كاتب كلهم لابسين الحجاب يعني هذا لي يعني احس انه انا براحه صراحه يعني من اشوف هيك شيء انا اقول يا الله اعطوهم اكثر يستاهلون. ما اقول ليش ما عندنا يعني انا صح حكيت دبيت كلام بالفيديو انه ليش ما عندنا هيك شيء ليش ما تصنعون لان احنا الانسان دا يريد يسوي احنا ما نريد يعني مع الاسف اللي هناك عايشين اللي الفوق والتحت هيك يفهموها بعد ما اريد احكيها علني يقدروا كان يوصلون مدينتنا او دولتنا الى مستويات عالية بس بإذن الله شوي شوي جاي احنا بنتغير الحمد لله لأن احنا أصلنا هيك احنا راح نبقى هيك. مثل ما تعرفون الشجرة العوجة من يكبر راح يبقى عوجة ما يتعدى احنا كبرنا عوجة عوج راح السالفة. هسه راح نصور هيك بعد ما نصور هيك بس هيك طلعت